السلام عليكم حبايبنا، عايز لكم تعبانه جدا وعندي برد، فايه مش قادره. ده انا بدوب معلقتين نشا في كوبايه ميه عشان اعمل توميه، وهعمل شاورما لحمه وشاورما فراخ. دوبتهم كده سوا مقعين شويه في النشا في الميه كده لحد ما اقطع اللحمه. هعمل دي بس. بسم الله. مش رايح مفتيك عندي اهو، واحد اثنين ثلاثة اربعة، هما كفاية دول كده. بسم الله. نقطعها رفيعة على قد ما نقدر، تكون رفيعة اهو، والفراخ برضو زيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي انا بصراحة قلت اعملها ليه، عشان عندي كيس عيش صاك في الفريزر مش عارفه اعمل بيه ايه، وعندي بانيه، وعندي صوفا بتحب الشاورما للفراخ، وكريم بيحب اللحمه، وانا بحب الاثنين، وكريم بيحب الاثنين برضه، بس مين اكتر اللحمه. بس لما بنطلع بره ما بياكلش حاجه فيها لحمه من بره طبعا، ما نضمنش اللحمه. بس هما دول كفايه، عايزه بس امسك حاجه بايدي عشان كده. تمام ناخد ايه كم قطعه فراخ برده كده، وبعد كده بقى نغسل بقى الحته دي كلها كده. قطعه اتنين تلاته كفايه كده، عشان ايه هزود واحده كمان عشان لو حبيت اخد سندوتش بكره ولا حاجه. بس كده بسم الله. اغسل بقى الفراخ كويس بعد ما ايه اعملها. اللحمه طبعا ما بتتغسلش، انا هتبل تتبيله سايله، لان ايه كريم جاي في الطريق اصلا الساعه جت واحده بالليل، انا كنت عامله حسابي ان انا مش هعمل حاجه، لانه كان بيجي الساعه 4 بقاله كام يوم، فاتصل بيه كده بالصدفه، انت جاي امتى؟ انا جاي هركب العربيه اهو جاي. قلت له تاكل؟ قال لي ماشي. كل ما اقول له لا تاكل شاورما؟ قال لي ماشي. لحمه فراخ؟ قال لي ماشي. واعمل توميه؟ قال لي ماشي. فقلت بقى بنت ما بدهاش، قومي في يا بنت، اقفي كده على حيلك، خش يا استاذ كريم ياكل. يلا كفايه كده، نغسل بقى دي ونلم الحاجات دي ونعقم الدنيا. عندي بخاخ كده جايباها برش بها البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على النبي. ادي الفراخ وادي اللحمه، معلقه زبادي هنا، معلقه زبادي هنا اهي. حلو كده. ناخد بقى ايه ده مطرحه، ناخد بالظهر بتاعها. المفروض تاخد فلفل ابيض بس انا مكسره طحن. ادي فلفل اسود سيكا الفناعمة خالص، بصوا حاجة كده زغنطوطة خالص مفروض اهي، ده عشان الناس اللي ما عندهاش خلطة شاورما جاهزة. بابريكا اهو، بابريكا اهو، حلو. زنجبيل اهو، حبة صغيرين خالص. المفروض نحط قرنفل برضو، بس انا مكسرة طحن برضو، بس عادي يعني. دي بهارات فراخ هنا بس منها اهو، وهنا بهارات لحمه بس كده. ملح واسيبهم شويه لحد ما اعمل الطوميه. شويه ملح، شويه ملح كده، تمام كويس قوي. خليهم كويس قوي ببعض. ريحتها حلوه قوي قوي، عايز اقول لكم عيني انا عندي برد، بس ريحتها قويه. بس حلو قوي كده، الصلاه على النبي. دي اول حاجه، الثانيه اهي.
يلا نعمل التوميه على ما يتبلوا شويه. دي لو تعملها قبلها بيوم بتبقى خطيره. حط فيها حته ليا كده. واو واو. حلو. نيجي بقى هنا كده اهو. ادي النشا والميه اللي احنا نقعناهم من شويه. نقعد نقلب لحد النشا ما تتقل معانا وتبيض كده شويه. حلوين يعني. بصوا قوامها بقى يا ولاد. هو ده اللي احنا عايزينه عشان طعم النشا ما يبانش. تغلي حبة كمان. بصوا بدأت تغلي ازاي. دي عامل زي البلوزة. شايفين بتغلي ازاي. شايفين كده اهو. بصوا بقى الجمال والحلاوة. يا سلام حلو اوي كده اهو. صدفة. بس كده حلو قوي. كان على جنب تبرد ويلا نبدا في الشاورما. اقطع بس الخضار بتاعي وارجع لكم. اقطع بصل وطماطم وبقدونس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي يا جماعه. طاسه سخنه جدا شويه زيت صغيرين اهو. شوف كده. بسم الله. عايزين الفش دي. حط الفراخ اللحمه الاول حبه حبه. مش عايزه ابرد الطاسه ما تنزلش ميه. هي بس عيني كبيره تبقى كل ما تملى بسرعه. النار عالية وسخنة مش عايزاها تنزل اي مية. تغير الطاسة مية. بس كده اللحمة كلها اهي خلصت. هما دول الحبة اللي قطعتهم معاكم هتبقى من كده. انا واحده من الناس بحب الشاورما بليل خالص من غير اي حاجه. لو هتفرد فيها شويه بصل وبقدونس. ما بحبش الطماطم ولا الفلفل بس هحطهم احتياط. ماشي. صبهم بقى ايه شويه. غريبة. كفايه كده على الشاورما دي. كده كده استوت. في نفس ذات الطاسه اللي قرفاني يعني كده احنا اللي هناكل. احط الفراخ ويلا نعمل التوميه على الفراخ ما تتعمل. بسم الله. هوب بقى ايه؟ وبيطلع شخشوب زيت. شخشوب كده. اضيف شويه واضرب بدل ما اضربها اضرب بيض واحد قطرت مني في الارض. ده بقى حبة ملح لون وحبة ملح عاد ورشة فلفل. ملح ليمون اهو. شايفينه؟ عامل زي حلويات السكر كده.
يبقى صغننين كده بس كفايه كده. نقلبهم ونحط رشه ملح ورشه فلفل. كل الثومية معانا جاهزه بسم الله. الثومية خلصت خلاص. نيجي بقى هنا ادي شويه بصل فلفل وطماطم ورشه بقدونس بس كده. ممكن بقى نعلي التست بايه؟ رشه سماق صغيره طبعا دي اختياري. بسم الله بس كده حلو قوي كده. حطهم في طبق وارجع اللحمه هنا بقى واحط عليه اغراض يلا نعمل سندوتشات. نبدأ كده بسم الله. رشة ملح بسيطة أوي بس كده. نطلع بقى البطاطس مرة بسم الله. مش هحط فيها طحمية ولا طحينة ولا حاجة. اللي عايز بقى يحط يحط. هعمل حبة طحينة كمان اهو. دي الطرف عشان ايه اهو. ناخد رغيف كمان السلام علينا كده. نعمل تلاتة حبة طحينة بسرعة كده في السريع. احطهم حتى في الكب عشان انجز عشان كريم دي بدري. ايوه اخر حاجه خلاص كده. وراهم بقى نعمل اللحم على طول كده. كده اللحمه خلاص خلصناها عملناها وغطيناها. ملحها مظبوط 100%. غلطها بس عشان ايه متقعش. بس كده انا بنعمل سندوتشات اللحمه خلاص. عشان بنتي تستغيث نص ليمونه انا عملتهم في الهاند بلندر بشويه ميه بس ما حطيتش حاجه تاني. هحط شويه ملح وشويه كمون. حلو قوي كده. كده رجع ولا احط توم ولا اي حاجه عشان ايه مفيش وقت. خلاص كفايه عليهم التوميه ام توم بس. صودا حلو عسل. اظبط ده الملح بتاعها يبقى كده خلاص. بسم الله. بس ملح نبص بقى هنا. الله على الجمال. الله كفايه كده عشان ما يبقاش ناشف عشان ما نحبش الشاورما ناشفه. شيلهم بقى نحط الاثنين لحمه وخلاص. بسم الله. مش قادره اقول لكم يا اولاد الريحه خطيره. اقسم بالله الريحه خطيره.